معكم مهدي هند، رئيسة تعاونية خيرات المغرب للتجميل أحفير. احنا اليوم حاضرين في معرض القرية التضامنية بالزاوية القادرية البوتشيشية بمداغ. هذا المعرض اللي كي يتيح لنا باش نسوقوا المنتوجات ديالنا في جميع بقاع العالم، واخا حنا في مداغ ولكن المنتوجات ديالنا كتوصل للعالم بأسره من طرف الفقراء ديالها اللي كيجيو من كل بقاع العالم. وشكرا للزاوية القادرية البوتشيشية، وشكرا سيدي منير وسيدي جمال. فاطمة زهرة مصلوح، انا كرياتريس دو مود اي ستيليست. اول مره غنجي لهاد القريه التضامنيه اليوم باش نقدم المنتوجات ديالي اللي هما عباره عن كيمونو اللي هو لبس ياباني في الاصل، وكنلبسوه دابا باش نلبسو مستور وكيكون عنده واحد لاكوب شويه لارج وشويه دروات اللي عصريه، او ميم طون كنلبسو شي حاجه مستوره. وجيت اليوم زدت عاوتاني دي بيتي غوديز اللي هما دي براسلي دي بوكل دوغي، وعاوتاني حتى البخور اللي حنايا ما كنستغناوش عليه في المغرب اللي هو صرغينا والعود واللبان. وكنشكر بزاف الزاويه القدريه بوتشيشيه اللي عرضت عليا وخلاتني نعرض المنتوجات ديالي. عمر المصمودي، صنع النحاسيات، الاصاور النحاسيه في الام المفاصل والروماتيزم. جينا شاركنا في هذا المعرض ديال الزاويه القادريه البوتشيشيه، ان شاء الله المعرض ناجح بكل المواصفات. وكنشكروا السي جمال الدين القادري البوتشيشي على الزياره ديالو اللي زارنا، وجميع الاطور منهم رئيس غرفه الصناعه التقليديه السي القدوري وجميع الاطور. وكنشكروا السلطه المحليه والزوار وكلهم، كنتمنوا ان شاء الله يزورونا بكثافه، وراه كاين الاثمنه في المناسبه مناسبه للجميع. معكم قجو إلهام، عضو في تعاونية دار الزين بمدينة بركان. جينا اليوم باش نشاركوا في المعرض ديال الملتقى العالمي للتصوف، وجينا نعرضوا المنتجات ديالنا اللي خاصة بالمرأة وكل ما يخص المرأة والجمال ديالها، سواء الشعر، الجسم، الوجه، يعني كل ما هو علاقة بالمرأة. وكنشكروا الملتقى العالمي للتصوف اللي عطانا هذه الفرصه هذه باش نشاركوا ونعرضوا المنتجات ديالنا ونكسبوا كليان جداد.